ننسى الانهار، قلب مجروح وامل محتار، حلم بحلم وعتم بعتم وافكار انحرت تفصولنا وما صفى إلا الخريف، وشابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف، والدم فا بتروبنا ما مرق ولا حتى طيب، وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع، صرخة خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنها، شدت عراسها هموم السنين مغطرة، لما الشر منغرسه مثل الشجر، ولما الخير مندفنه تحت الحجر، ودار المحبة والوفا كله انكسر كله انكسر، صرخ مين يسمعك صوتك محتار، صرخاتك مالا من الألم هي صرخات كسر له راسه هلا. يا والله بكسر لي راسي وراس كل عائلتي. Thank you.
يقضي حاجته بقى. هلا بالحمام تاركني لحالي؟ ايه بالحمام شو اعمل يعني؟ ما انت ماشية والله ما بعرف شو صار. قومي قومي يلا خلصينا تأخرنا. لك قومي. تعالي لهون لوين رايحة؟ بس لين مكياجي حبيبتي هلا بتشيلي بالسيارة خليني وصلك بالليلة السودا بقى تعي. ليش انا شو عملت؟ شو عملتي واسمعتي ولا كلمة قلت لك اياها ولا كلمة؟ إيه اسمعت. شو اجيتي؟ انتي شو فيقك؟ والله فقت على ريحة عطرك. ريحة العطر صارت فيقة مثل الأصوات. غريبة. ليش هيك عم تطلعي؟ شو هاد المكياج؟ من الآخر ديسكو. شو؟ ديسكو؟ برقص. كنت عم برقص رقص رقص يا لطيف شو انبسطت. لك أنتِ شو عم تساوي؟ شو عم تخبصي؟ بدي أنا بنت جامعية ولازم أعرف. بعدين شوفي الناس هنيك حياة تانية حياة تانية. انتي قد هدول العالم؟ يعني شو فيها؟ شو بفرقوا عنا؟ انا بشر مثلنا مثلهم. وانتي شو اخذك لهونيك؟ رحت انا ورغد واخوه. رغد؟ واخوه. كان شو جو؟ اضاءة مثل الافلام. دقي لها لرغد اذا مو مصدقة، دقي لها. لا بدي دق لها ولا شيء. تصبحي على خير. ايه راي على القهوة. ايه لا تنسى مشان الادوية تبعوت وزارة الصحة صار وقتهم. ها بركي بتمرق بتجيبهم. منيح اني ذكرت فيني الاوراق وين هون؟ صار لي مدة ما شفتهم بالبيت. ايه اخر مرة بتذكر انت قلت لي انه تركتهم عند سهيلة. ايه والله صحيح بس ما كانت هي هون امبارحة ما جابت سيرة. ايه ما صار مناسبة. ان شاء الله يكونوا عندها ما يكون طوعناهم. هاكي ما عاد المروة يروح دور الدوائر الدولة وطالع معاملة من اول وجديد. إيه لا لا تخاف هي ما شاء الله حريصة كثير. والله ماني عارفان شو بدنا نكافيها. ست آدم إيه وأكابر كتير. إيه والله كتير كتير. بدأ شي بالسوق؟ سلامتك شو بدكم تاكلوا اليوم؟ شفتك ناعة فاصولية حبدا تكتري لها ملح. ميت البلدورة فيها ملح بتكفي. حاضر. صباح الخير بسيمة. أهلين صباح النور. صباح الخير أمي. صباح النور يا عمري. صباح الخير ماما. صباح النور يا حبيبتي. الله لا يحرمني هالضحكة الحلوة. صباح الخير عمو رانيا. أهلين عمو أبو حسان. أنا بعرف إنه دائما في حدا بالبيت ما شاء الله. خذوا لنا طريق. لحظة عمو. بوسينا عمو أبو حسان. تفضل عمو تفضل.
يلا يا كريم. شرف يا شرف. دستور. يا ساتر. اخي انت شفت الموقع من برا شلون مسنطر؟ هلا هون في عندك 185 متر. شرف شرف. اهلين عمي ابو حسان. خير؟ اهلين مسيلة. اهلين. لا ما في شيء عمو، عم فرجينا الاخ على البيت بس. يا بي هذا شرقي غربي ابلي. شرف شرف خلي اشوف الغرفه. شرف لا تواخذني عمي ابو حسان بس مشان الحجه بتعرف. اه اي والله اي والله معلش يا اخي. هاي الغرفه ما بدي اشوفها، هاي خلينا نشوف الغرف الجوانيات شي واسع وحلو كثير. تفضل معي شرف. تفضل تفضل تفضل. تعالي شايف واسع وحلو وصعيب تنظفه، بس حتى قبل ما تنظفه فيك تستغله، يعني فيك تأجره بنك زي ما بدك. اخي واسع بتسوي سخن يا اخي. برحله ادخل. صباح الخير ست سهيلة. عفوا أنسة سهيلة. اهلا. لا تقلي خالتي ام منذر التكست لا سمح الله، بس امبارح ما كان فيها شيء. لا ام منذر على حطت ايدك. امبارح ما فرحتنا بجيتك لعنا على البيت، نسينا نسالك عن الدواء تبع الوزاره. انا والله دورت على الوراق ما لقيتهم، سالت بوسينا قال بجوز يكون الوراق عندك هون. تفضل. مزبوط، هو انا اخر مره تركتهم عندي، هلا بشوف لك اياهم. بس يا ترى صار وقت هاي الأدوية؟ بكرة. أي على عيني. هلأ بتابع لك الموضوع بنفسي. فكرة مع عمي ابو نزر. خير عمي ابو نزر؟ حكيت شي غلط؟ لا بس يعني عمي ابو نزر دائرة شوي مو هيك. أنا آسفة، عن جد أنا آسفة. أنت مو بس شاب، أنت شيخ الشباب كمان. الله يجبر بخاطرك. خلاص أبو منذر حاف. تشرب قهوة يا أبو منذر؟ أنا من إيدك بشرب السم. اثنين قهوة بالله. حبنتو ينبع. كنتي بتعرفي؟ أبوكي شاورني. وافقتي؟ نصيبنا لك بنتي، نصيبنا. ليش عم ترجفي؟ خايفة أمي. شو خايفة؟ اهدي حبيبتي. خايفة أمي. خايفة من شو؟ ليش عم تبكي؟ ما بعرف، بس حاسة روحي رح تطلع مني، رح تطلع. انتي امي شو قصتك؟ قصتي اني ولا حدا، انا اخر حدا سمع ببيت البيت، هذا البيت اللي شايلته على كتافي لي 11 سنة، بس يمكن معهم حق، انا اقل منهم بكتير. لا هذا الحكي مو صحيح. بلا أمي، أنا لو بحسوني مثلهم ما كان صار فيني هيك. ليش شو اللي صار؟ ما صار شيء، بس ما بتعرفي لبعدين شو بيصير. أمي انتي مرباية وعقلي، إن شاء الله ما بيصير عليكي إلا كل خير. معلش امي معلش، لا تقلقي علي، انا ما بستاهل قلقك علي. امي انت بتستاهلي كل خير، انا ماني خايفه عليكي، بس شو بدنا نسوي؟ بدنا نعيش والله ما بيترك حدا. معلش امي، انا رح اطلع شوي، حاسه حالي رح اختفي.
الصبح؟ ايه والله، بس شو انبسطت؟ على الثاني اجواء، اضاءة، في شي بطير. لك شبكي انت شبكي؟ ما خفتي من اهلك انه يكشفوكي؟ لا، اهلي غير اهلك حبيبتي. شو؟ والله اهلا غير اهلك. اسمعوا على هالسمعة، ذكرانية على اساس يعني اهلك من السويد ولا من الدنمارك؟ حارتنا ضيقة وبتعرف بعض حاجتنا. هلا شيليني من سيرة الاهل، انا عم بحكي عن هذا اللي اسمه معاذ. صحيح الموضوع ما بيخصني، بس بتفاجئيني انتي لكرانيا. بعدين شو هي حلو وشو كمان؟ ليش انتي بتفضلي الواحد يكون بشع؟ هلا يا هيك يا هيك، انتي اهم شي يكون عندك الشاب حلو. لك ما بهمك يكون زلمه رجال عن جد يحبك. معاذ رجال وبيحبني عن جد. بعدين انا بحب الشاب يكون حلو وكول. ما شفتي كيف البنات بيطلعوا فيه لما بنكون ماشيين مع بعض؟ لا هذا اسمه مرض نفسي. رغد ما تكبري معي بالحكي. ايه رغد عم تحكي صح. وشو الصح بقى؟ انا كان لازم احكي اللي بقلبي حتى لو بدك تتضايقي. ايه انت عم تحكيني كاني انا عم بغلط، وانت عم تحكي كانك مبسوطه باوامره وعقده وطبعه. لا مو هيك، بس هو ملتزم فيني وانا ملتزمه فيه. ما بتشوفي لما بنكون ماشيين بالطريق وبيمروا بنات، لك ما بتطلع بحدا، بضل عم بتطلع فيني، حاططني بالمرتبه الاولى بقلبه. هي حاجتك بقى يا. يعني لو علاقة عابرة، قصدي علاقة مؤقتة، كنت بفهم، بس هي كش برا وبعيد. شو علاقة عابرة وعلاقة مؤقتة؟ لك يقبر قلبي بس اسمع صوته ما أحلى. شبكي رانيا؟ شبكي صاير عم تحكي مثل ستي؟ علي يقبر قلبي علاقة مؤقتة؟ حدا بيحب حدا بيقوم بيقول علاقة مؤقتة؟ استفلي يا، بس أنا شايفته محدث. شو يعني محدث؟ يعني معدل، مثل سيارة موديل 1950 غيرناها لقطعها ب 2008، قامت لا بقيت أنتيكة وقديمة ولا صارت حديثة. انتو ليش هيك بتحسبوها؟ هي مو هيك بتنحسب، القلب وما يهوى. القلب وما يهوى. اسمعي اسمعي هالحكي اسمعي. لا معناتها نحن هيك تقلنا دم كتير وكان لازم ما نتدخل بهيك مواضيع. يعني أنا لمين بدي أحكي أسراري غير لألكم؟ والله ما بعرف شو انا كنت قلك ولا ريما خالتي. ست رغد ليش بتحبي تتمسخري كثير انتي؟ لك بتعرفي ليش نحن مطول بالنا عليكي؟ لانك عمية طرشه وهبله. انا هبله؟ ايه. انا بده يصير اللي بدي اياه حتى لو بدي غير قانون البشريه كلياتها. لك قومي قومي حاجتك خلاص بقى، ولا لعيتي قلبنا ونشفتي رينا. خلينا نشرب شي شغله. خلينا اشربي مي. لك ايه ايه شي يا انتي الغليظه. لا بقى عندي غليظه. خلص ما هلا انا اقول لا انتي عم تخالي. صباحك سكر. صباح الخير. كيف البدر؟ الحمد لله. وانت؟ اشتقت لك. تخيلي دقيت لك تليفون بالغلط. تشتاق لك العافية. لك انت وين بتغطيها؟ انا والله ما عم غط، لسه امبارح كنت هون. امبارح صارتي. ما عم بفهم عليك. قصدي فجأة هيك بتظهري فجأة بتختفي. لا والله والله أنا يعني دائما بطلطل على صباح أساسا. لا لي لا طلعة ولا فوتي غير لهم. هيك مالك حق. تعي لعنا على المطعم، قعدة حلوة والقمة ظريفة. أنا عازمة بس ما بسترجي عزمك قدامها. بس صباح ملبكة بالصغيرة. لك هاد قصدي. هاد قصدي. ليش هي فاضية لحدا؟ الله وكيلك أنا عم أحكي كرمالك. ليش تبقي خانة حبيبي؟ حوش بلاس. يلا حبيبة قلبي بس عم أحكيها عن الزحمة. بين حوش بلاس خيلة صبوحة وسبينة قعدت ساعة ونص. تصوري بس كنت أنا عم أسلم حفلة. يلا تقبرني عشان ما تتأخر على شغلك. صحيح شفتي حلقة مبارح من المسلسل؟ يا خطي راحت ليلى لتجيب بناتها هدول التنتين حطوهم بهالسياره ونزلت. بس هالبنت الصغيره مثل القرده. تخيل قلت لك التليفون بالغلط. قصدي فجاه بتظهري فجاه بتختفي. اشتقت لك.
هي بابا، ان شاء الله ما يضربني شمس شكيت امبارح. مرحبا بابا. اسمعوا يا سامي، انا امبارح ما ضربتك مشان ستك، بس قسما بالله العظيم اذا بتعمل اي مشكله لاسلخ جلدك عن عضبك، فهمان؟ بابا والله هو اللي ضربني بالاول. بتقوم بتفجي له راسه؟ خلص اسف ما عاد عيدها. ماشي نشوف، انا قلت اللي عندي. وينك هلا بتاخذ اختك تروح على البيت دغري؟ ما بتخوص هون ولا هون؟ بعدين ما بتعذب لي ستك؟ تروحها مره كبيره. يلا لشوف. وهاي المشكلة يعني، ولا ماكو ما عندنا تفرقة بس دولي عن دولي خطة يهودية. خبرت لك تلمس الأوراق؟ خبرت لك الأوراق بس ولا 200 دولار ما يعني طلبت منا دفع إيجار الغرفة. مرحبا. مرحبا. شو وينه أبو محجوب؟ ليش مو موجود بالدكان؟ لا والله مو بالدكانه. بجوز إجا زبون وراح يشوفه على البيت. طيب إذا إجا قولي له جميل ناطرك. بس هو ما يجي عندنا. ليش مو ببيته؟ كان بيته بس أجرناه منه ونقل عيلته كلها على البلد من بداية المدارس. طيب ماشي، أنا برد برجع له إن شاء الله على دكانه. ما في مشكلة. ماكو مشكلة. احنا متعلمين على شو؟ علينا بمحجوب مرات لعندك. الطير الطاير إذا بده يمرق بالحارة بده يمر لعندي. العمش بعيونك، إذا بده يتخبى بيجي على الحارة. إيه أنا مكشوف عني الحجار، بعدين أنت وين بدك تتخبى؟ إذا صرف لي السيارة قدام باب البيت. مري أستاذ. بنعمل له نبضة صغيرة. من عيوني. طب. شرفنا. وليش بدك تعمل لنا نبضة صغيرة؟ في عقلك ما تاخذني بالكلمة، بدك تحط خلينا ننظف هالمرة، بيجيب لك سعر أكواس. ما بدي بتأجره. ما بعرف، يمكن ما أجي. لكن شو بدك تعمله استراحة؟ إيش شو قاعد بمعربة أنت؟ أجره يا ابن الحلال أجره، منه بتكسب لك قرشين ومنه أجر عند رب العالمين. خلصت؟ بلا موشحاتك الله يسترك، شوف لي إياه شو بيكلم؟ وقديش بده وقت؟ مستعجل؟ كمان هيك فيها مستعجل؟ كل شي بتمنه. بعدين هاي الكركبة شو بدك تعمل فيها؟ صرفها، بس خلي الفرشة والحرام وبور الغاز صوف صوف لأنه الفرشة. ايه وغيره؟ ولا شي. يعني اخذ الباقي؟ حمل وشيل، بس ما بيلو دير لي بالك على الشغيلة. شو عم تحكي انت؟ هدول بدهم اجرة نقل وتعتيل وعمال ورامي بالانقاض. بعد لي هيك. لك صاير مادي شوي لك ام محجوب. الله يسامحك. صاي بعت الاولاد وامهم على البلد ومجر بيتها. ايه شو بدي اعمل؟ الدنيا بلا ابو. ولا لسه ما صرت ابو؟ ابو؟ لا لساتني طابق اول. ترى الصحية بدها نبضة مرتبة. بعد لي هيك. أبو محجوب لا تفوتني متاهاتك الله يسترك. تظبيطة هيك على الخفيف، شوية افهام وطنية، شو كاين قصر مهند ونور؟ إذا نفضناه نفضة مرتبة بيجيب لك 7-8000 ورقة بالشهر. ها
ولا بجيب خمسة هي. اسمع كلمة رجال عتيق، إذا ركبنا لك سخان جديد بصير عميك دور مدارات الحمام، بعدين ركبك بركي هون بعرف الجار، ولا أنا بعدك بصير عندك مرة ساعة ملعب سياح رياح مشان تقبر قلبي ما في منك. يلا فايتي انا ما بطول، جهزيلي حالك. لا 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 انا لا. ولك شو هاي لا هبلة، بعدين بتنسي انك مرة. ستي ليش مين متذكر؟ ايه مو على كيفك الشغلة. صباح الخير ماهر. سعد صباحكم. صباح الخير يوسف افندي. اهلين ابو مستو. شو طمني في شيء جديد؟ ما بعرف دور دور. مرحبا معلم. اهلين. قديش هذا الكتاب؟ هذا ب 250. ما بيمشي الحال ب 200؟ لك اخي مو جيتني من 3 4 ايام وسالتي نفس السؤال وجاوبتك نفس الجواب؟ بلا مزبوط. أصبح يدفع ال 250 يا حط الكتاب على الأرض وتيسر. وليش هيك معصب؟ ما في داعي لهالعصبية. لك يا حبيبي إذا الكتاب مكلفني 200 شو بدك يعني بيعك يا برس ماله؟ طيب ماشي الحال. تشرف. عوض عليك. نعم شو هالبشر هي؟ روق يوسف بالفعل أنت اللي معصب شبه خير. شوفي اتركها لربك يا ابن الحلال. هذا سامر ابني الله يقصف لي عمره وخلصني منه. لك كل كام يوم بيعمل لي مشكلة، تلاقي بيضرب ولد بفج ولد بيطبوا علينا أهله ونصير لي قصة. وصلني للمخافر، أنا خرجي مخافر لأبو مستو، خرجي مخافر. مو مكفيتني أمه لسه على 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 حرد وبدها تطلب الطلاق وطيبت لي عيشتي. مو ناقصني إلا الفصحون آخر العمر. آخر العمر؟ يا حاجة اسكت اسكت. لساتك شاب ولد. لك انا شاب وانا بطيخ والله حاسس حالي صار عمري اكثر من 100 سنه. اترك لربك عاجي. راح اقوم اجيب لك لقمه تاكل. ادايخ من جوعي عم سلمي. الو مرحبا ابو سينا. شو بدك؟ ليه ما تتصل لهون؟ معقول من قلبك؟ جميل الله يوفقك لبدق لهم. طيب ماشي امرك حاضر، بس قولي لي هالكلام هاد من قلبك لما من برات قلبك؟ جميل عم اسمعك. يعني شو بدك يعني الا عفوا عفوا. لا والله صباح مو عنا. ماشي ماشي انا بس ليك اسمعيني لك. ماشي مين كان عم يحكي؟ هذا جوزة لصباح عم يسأل اذا مرته هون ولا لا. شو صار معك؟ جبت الدواء؟ يا الله لست سهيلة شو حبابي وطيوبي. عالي رح يطير فيها. تصوري من وقت ما دخلت لعند على المستشفى لوقت اللي جابت لي الدواء ما تركتني ولا لحظة واحدة. ايه الله كريم ان شاء الله الله بيقدرك على رد جمايله. ايه الله يقدرني على رد جمايله. طبختي؟ لسه عنا. انا رح اشوف امك. السلام عليكم.
خير امي. اهلين امي. اهلين وسهلين. شو بها؟ كم مره قلت لك ما تطلعي تلعبي بالحواير؟ ما بتسمع الكلمه. ليش ما بتسمع الكلمه ولين؟ ليش؟ وين اخوكي؟ هلا كان عم يدرس ما بعرف شو ظن. لك ما تردي، وين اخوكي؟ راح يتقاتلوا مع عصابه العراقيه. شو هالحكي؟ ليش بده يتقاتلوا؟ العراقيه ضربوا انتشال ابن جيراننا. بس على علمي انه انتشال عراقي. لا، اهل العراقيه هو مع عصابه العرب. لك تضربي انت وسامر وانتشال بيوم واحد، ومن دايره لشوف يلا. وين بدها تطلع بهالليالي؟ يا ملح حملك هلا، والله ما لي قدراني وما زوت ما في. نامي بكره بحملك، خدي تغطي يلا. لك مو هيك لك امي، مو هيك بصيروا بيكرهوك، شو يقطع عمرك ما يقطع عمرك. شو بدك يعني الا يعني يعطيك العافيه؟ شو مالك شايفتيني الا فاضل التربيه الحديثه انا؟ ما دخل، التربايه تربايه. ايه من هيك ابنك طلع عبقري زمانه. من ايدها يعني لو درست وتعلمت ما كنت طلعت هيك. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ليش هو الحديث هلا؟ يا امي الله يرضى عليك، بسم الله الرحمن الرحيم. اولادك يا امي اولادك ما بصير يضلوا ضايعين بينك وبين امه، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، دير بالك عليهم. لك يا امي انا برجع من شغلي فارط فرط فرطه وهلكان، شو بدك يطلع معي يعني؟ يا روحي ويا عيني ويا حبيبي. ليش لا؟ يا روحي ويا عيني ويا حبيبي. لك ليش مفكرة انه هن المهر روحي لك امي؟ والله انا لما بيخلص شغلي بيغب قلبي وقت بيخلص شغلي، لبين ما ضب البسطة وحطها بالمستودع ولاقي لي شي ارنب ميكرو بوصل فيها على البيت. والله روحي تطلع مئة مرة والف مرة لبين ما اصل لهون. احيانا بيخطر لي انه افلت بالبكا من قهري. لك ما بدها لك امي، والله ما بدها، ما بشوفك غير عم تفكر، وكل شغله بتعمل لها ايدين ورجلين. يو روق، طول بالك. لك طول بالك لك ابني، هي انت مالك هون وعم تعمل هيك؟ بقى كيف لو كنت مطرحي؟ يعني هلا اذا ما كنت قاعد مطرحك ما بكون مسؤول عنه. المهم اسمه انفتح الموضوع، بدي حاكيك مشان عبله. يا ستي الله يقصف عمري وخلصني من عبلة وولاد عبلة وخلصني من العيشة كلية. بسم الله الرحمن الرحيم. شبك تاتي ليش هيك دميمك حميمك شبك؟ ما في شي. شو هدولا؟ أجو حجر وما حجر، يبعت لي حم عليك ورجيني لشو. يي يا لطيف يا لطيف. شو لك ابني؟ بتحبوا افتحتكن هون مستشفى ميداني انت واختك؟ مين اللي ضربك؟ ما بعرف، اجا حجر ابصر منين؟ ابصر من وين؟ لا يكون شي عصابة من العصابات. لا في عصابات ولا شي. وينك؟ كلمة ورد غطاها. هاي الزعرانات برا بالحارة ما عاد بدي اياها، بتفوت تدرس انت واختك جوا. نقطة انتهى، فهمت؟ وإلا والله العظيم ما بتعرف شو تساوي. ارفع راسك شوي. والله يا سهيلة ما في منا، عن جد محتارين شو بدنا نقدم لها. دبروا لها عريس. ايه دخيلة كم دبرت لحالي، بس والله يعني عن جد شو رأيك شو خرجة نقدم له هدية؟ إيه إذا بتاخد شي بدي اكسر لأيدها، ولو مو عيب. بعدين انتي شو قصتك؟ ليش حلياني هيك؟ ليكون عشقاني وليه؟ منين يا حسرتي؟ ها سم الموت لا طلعة ولا فوتة. ايه وضعي مو أحسن من وضعك، يعني أنا وين عم اروح وين عم اجي؟ اوف شو عدا ما بدا، ما كل عمرك شطاطة. شالشني جميل بهالكام يوم، مدري شو صاير له، فايت جايب نابلسية، طالع قوم البسي يا مرة لأشتري لك فستان لما بلوزة، مدري منين جايب هالحنية. إيه لا يخلص من لسانك. ليش؟ ليش جبه لساني؟ لك والله أنا ظريفة وبحبه كتير، بس هو اللي ما كان يتعود على طبعي، شو بدي ساوي له؟ خير يعني إنه صاير شي في شي؟ ما في شي، أساساً جميل هيك، بتجي هبات هبات. هو بصراحة تلاسلنا شوي الجمعة الماضية. المهم هلا شو مشان الست سهيلة؟ شو نساوي مشانها؟ والله ابي طاير عقله فيها. ملحوقه
إلا ما يجي يوم تردوا إياها. لك هي المشكلة إنها ساكنة ببيت خالي، يعني لو كانت ساكنة لحالها كنت أخذتك ورحنا لعندها. الدرسانة قعدتها ظريفة كتير، بتشيل الهم عن القلب. منعزمها على شي سيراني، هي بتحب هيك شغلات. سيراني؟ أنا بحكي مع عمو أبو نزر، بقول له مشان سهيلة. إيه، وأمي شو بدي ساوي فيها؟ ولي عليكي وعلى هالعيشة. هلأ أبوكي مو تقاعد، خليه يشيل عنك شوية كتف، لسه طابة تحت هالحاف، طلعي بقى. قلتك أحسن ما يصير فيني مثل اللي صار بسهيلة. لك سهيلة شو أنت التانية؟ لك هديك مو تاركة شي يعتب عليها، إن شاء الله مفكرتيها مثلك قاعدة وناطرة العريس. لك لا لا، سهيلة غير شي. صحيح بدك تقولي إنه فاتتها الجوازة تقريبا، بس هي انبسطت بحياتها، خليها تحكي لك لما تشوفك. وسينا شبكي وين صرتي؟ لا ما في شيء، كملي. الله معك سلام. الله معك. لا توصيكم، لا تاكل هم، حط ايديك ورجليك مي بارده. الله معك، مع السلامة. فيدو مي، فيدو مي، هات مي جاي. فاضي يا معلم؟ لوين؟ يعني نواحي استراد المسجد. طاب طلعت كلابي. شو بظهر مكريات قليلة لهون؟ والله ماني عارفان شو صاير بالدنيا. صلي شي 3/4 ساعة واقف عم استنى. يلا بسيطة، حط حزامك الله يرضى عليك. يلا. واسمع لي هالغنية. فنجان قهوة وعندي كومة شغل. لك هلا اطلع حدك عظام شوي. فائت امي؟ الساعه نايمة بغرفتها. بدك شوف برا؟ سلامتك. الو؟ لا يا اختي الرقم غلط. 400 أهلا أبو منزل. أهلا أبو سام. ألو؟ أيوة. شو لحالك ما؟ مش باي شفت أبوك نازل، قلت لحالي وصلوا كرمال عيون بوسينا ولا دقلك؟ وصلوا كرمال رموش بوسينا ولا؟ والمهم ما لقيت حالي غير عم دقلك. بريرت لحالي بكيك بتنزدي مثل كل يوم تشربي فنجان قهوة عند رفيدك صبوحة. الصراحة الصراحة إني مشتقلك هالقد. جد جد مشتقلك. ليك بوسينا أنا وياكي مثل بعض، يعني أنت لمين بدك تحكي همومك؟ أنا لمين بدي أحكي همومي؟ جميل يا أستاذ جميل، إذا بتريد لسه بتقولي لي يا أخ ويا سيد، ولو سمحت الله يحاس حالي بالشغل. أنا حاس حالي بالمطعم. شو نزل لك مدموزيل؟ يا لنجي فتوش تبولة. يا تسلم لي ضحكة الأنسة. أنت لأيش مع هذا الموضوع؟ مو كل يوم عندك عند صباح ساعة؟ إيه؟ لك لا مو قديش الساعة شو بك؟ أنت خالصة نهاية نزل لك جرجين مدموزيل. ها خليني اشوفك فيها الساعة بس، وتذكري نحن لا عم نسرق ولا عم ننهب ولا عم نغلط. والله مو عارفة شو بدي اقول لك، يعني انا وضعي ما بيسمح، وصباح هي رفيقتي الوحيدة، يعني صحيح ما في شيء، بس مين بده يصدق هالحكي؟ لك شبكي خجلانة، شبكي خجلانة، كلياتنا مو عنا حاجات، ما بنحب ناكل، ما بنحب نشرب. طلعي على حالتي،
بتشبه حالتك، انت محبوسه بالبيت وانا محبوس، من الشغل للبيت من البيت للشغل. انا الله وكيلك لو الواحد عنده وقت يقول فيها وما فيها. حسينة انا محبوس اكثر منك، العمر بينصرف وما حدا دريان. انا شو بدي منك؟ بس بدي منك ساعه واحده بس، اطلعي معي ساعه واحده. والله لنسيكي كل تعبك. والله انا يا دوب عم دبر حالي، عم بنطم من الساعه لعندكم. شو كلا انا بعرف غوطه وما غوطه وقاسيون وما قاسيون؟ عم تحكي من الموبايل؟ إيه ما عندنا كاشف. خلص خلص سكر، هلا بتطلع عليك الفاتوره هديك الحسبه. لك مستعد افتح الخط 24 سنه كرمالك، بس انت هاتي وقت. بوسينا انت عندي شغله كبيره. ديري لي بالك على حالك، الله يوفقك. وينك؟ اطلعي لي على الشباك شوي. الله يستر. الله يوفقك، بس شوي هيك بيتغير يومي. الله وكيلك، بس طلي لي طلي، مو كنت عم تمسحي الاجاز؟ لك يا ريتني اجاز. طلي. ما بقدر ما بقدر ما بقدر. طيب امرك وينك؟ بس افضى رح برجع بحاكيكي. ديري لي بالك على حالك بس، والله انت بتهميني اكثر من حالي. رح اشتاق لك. بس بس باي باي. حسينة يا أبو سينا، خبز أمي وقهوة أمي ولمسة يدي، وتكبر في الطفولة يوما على صدري. شو هاد ظاهرة يا رجل؟ تعرف أبو اليوس إيه ما تحاكي هالكلام المهم محمود دربيل بالستة وستين حاكي ليك هاي السجن. يوسف شباك يا زلمة عم نحكي معك، وين صرت يوسف؟ شباب في شي جد انت ومرتاح؟ فكانوا مرتين التاني. لا حيل الله، لكن شوفي هات لشوف احكي لي. هلا انت شو بدك؟ لك حي ما بدي شيء، بدي اياك ما تكون مقروق وبس. ليش في شغله واحده بهالدنيا بتقدر تدني عليها ما تخليك مقروق؟ لا اله الا الله. اي نعم سيدي، في مليون شغله، مثلا القرايه. اخي انا ما بحب القرايه، شو عامل لها؟ الكتاب يا صاحبي، الكتاب. خلص خلص، مشان الله لا تعمل لي فيها هلا فلسفه ومثقفه. لا يبدو انت اليوم منك رايق بنوب، شوفك بكره. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم. السلام. عندك كتب تبع فك السحر؟ شو هاد؟ تبع فك السحر؟ لا اختي ما عندنا. طب وين بدي الاقيه؟ انا دوري ما بعرف دوري. شكرا يعطيك العافيه. شايف هذا هو البيت، سوكي شيء مرتب كثير. هذا 12 مليون والعموله عليه. اوف ليش بقى؟ ولا اقول لك على البازار بنحكي؟ لا 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 يا بي خلاص بنتهيه، انت خده واجره. لك اخي بيجيب لك احسن من البنك. نحن ما بناكل فايل يا ابو حسان. ما هذا حكينا يعني، اذا اجرنا لك يا 30 40 الف ورقه بالشهر شبههم بوجه البطل. بس كثير طلع. هلا لا تقلي كثير وقلي، شوفوا انت هلا من جوا بعدين بتحكم عليه. خلاص تمشي.
صفى إلا الخريق وشابت قلوبنا عم تستنى لحظة صيف والدنفة بتروبنا ما مرق ولا حتى طيب وصرخة ما حدا بيسمع والألم ما ودع صرخة والألم ما ودع خنقت أنفاسها بلكي الموت بيحضنا شدت عراسها هموم السنين مغطرة لما الشر منغرسه مثل الشجر ولما الخير مندفنه تحت الحجر ودار المحبة والوفا كله مكسر كله مكسر صراخ مين يسمعك صوتك محتار صرخاتك مالا من الألم هاي صرخات العار